هاي بدي أخبركم كيف بيعملوا كراكرز على زعتر بثلاث مكونات بلا سكر وبلا زبدة. ويلا نبلش. أول شي بدنا ننخل كبيتين طحين. ومنرجع منحط لهم نص كباية زعتر وملعقة صغيرة ملح. ومنخلط كل المواد الجافة مع بعضها. منرجع منزيد نص كباية زيت زيتون ومنعجن الزيت والطحين والزعتر كلهم سوا تياخدوا كلهم على بعضهم. بعدين منحط فنجانين قهوة مي ومنعجنهم ليكو كيف بتصير كلها هيك العجينة ولا أروع من هيك. منقسمها لجزئين تتطلع هيك رفيعة ومش سميكة تتقرقش أكتر. منحط شقفتين نايلون ومنفرد العجينة ومنقطع هيك الترافة بالقطر تبع البيتزا ومنعملهم على فورم تكون ريكتانجولر. منحطهم على صينية عليها بابي بير. بدون 15 دقيقة بالفرن. حطوهم من فوق ومن تحت حمصون تيطلعوا هيك كريسبي رقاق ولا أروع من هيك طعمة. المقادير الوصفة عملوا لي هالقد كمية، عن جد رائعين وهلسي ولا أطيب من هيك وروع مع اللبنة.